مدام سهام، اهلا وسهلا فيك بفوشيا. حابين نطمن منك على صحة زوجك الممثل صلاح تيزاني. الحمد لله، اللي عم يعملوا له الفحوصات، يخلصوا الفحوصات بنشوف شو بدهم يوصفوا له، بس تبين انه ما عنده جلطة، ما عنده شيء بالقلب، ما عنده جلطة عظمى، يعني هيدا بيهون العلاج. في شوية التهاب بعده، هو فايت وعم يعمل فحوصات، يعني بعد ما اخذ علاج وبعد ما عملوا له شيء. هو من امتين عم بعاني من الانفلونزا؟ يوم الاحد، يوم يوم الاحد الاحد صار معه غيبوبة. طلع كتير اخبار الالتهاب واصل على دماغه، كان عم بيعمل نزيف. ما في نزيف، ما في جلطة، ما في، لا ما في شيء منه هيدا. فهو بمستشفى رزق؟ ايوه بمستشفى رزق. بعده بالسواقة وظهر؟ لا بالانعاش. وقد ايه لكم الحكيم من المفترض يبقى؟ هلا لا يشوفوا اخر فحص، اخر فحص ببين معهم. مظبوط انسقط الجريب على الرواية؟ لا ما في شيء الرواية، لا. يعني مش مظبوطة الخبرية ان هو بسبب الالتهابات القوية كان عم بغيب عن الوعي ويوعى؟ لا مرة واحدة يا خاب، عن الوعي مرة واحدة ما كان في شيء ابدا. في حدا من الوسط الفني كتير عم يتواصل معه وعم بيجي لعنده عن المستشفى؟ النقابي اصلا، النقابي، نقابة الثمانين، نعمة بدوي، النقيب، الله يقدم له الله الصحة يسلمك، الله ويشفيه. يخليكي، الله يخليكي، ميرسي لك، شكرا كتير.